شباب، نتلهى كثيراً بهذه الأجهزة ونفوت الكثير من اللحظات الجميلة. يجب من الآن أن نقلل استخدامنا لها ونقضي وقتاً أكثر في التأمل في الطبيعة. حجزنا رحلة إلى المناطق النائية في أستراليا، وسالم وعبيد مدعوون. رائع! أي كلنا سنذهب إلى أستراليا؟ شكراً! ومتى سنذهب؟ الأسبوع القادم عند سفر ناصر برحلة الجامعة إلى لندن. كلنا سنستفيد من ذلك. يا جماعة، هذا هو صديقي المغامر جو. مرحباً المغامر جو، تشرفت بمعرفتك. أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم في أستراليا. أتمنى أن يعجبكم. المكان الذي سنتوجه إليه هو منتجع الدونكا دونكا، منتجع 50 نجوم، وسوف يعجبكم كثيراً. جميل جداً. هل عندهم واي فاي؟ عندهم طعام شهي؟ نعم بالتأكيد، كل شيء موجود. بحسب ما فهمت من خالد، أنتم تريدون التأمل في الطبيعة، لذا أنتم ستذهبون في هذا، وأنتم الثلاثة ستأتون معي على هذا. مهلاً، ولكن ما الذي تقصده؟ يقصد أننا سنمشي ونمشي كم ونمشي. كم نحتاج من الوقت حتى نصل؟ ساعتين. ليس وقتاً طويلاً. وكم سيراً؟ ربما 3 أيام. ماذا؟ ثلاثة أيام؟ لكن إذا مشينا بسرعة ستكون تجربة ممتازة لكم، وتأكدوا أنكم بين أيد أمينة. جو يعرف كل شيء عن البرية. استمتعوا بالمشي، سأنتظركم في حوض السباحة. هيا يا شباب، سوف تكون تجربة ممتعة لكم. تقصد تجربة عجيبة غريبة. عيشوا اللحظة وحاولوا أن تستمتعوا وتكتشفوا الطبيعة. انظروا إلى كل هذه المناظر الطبيعية الجميلة. الطقس حار، صحيح يا شباب؟ أجل، نشعر بالحر. ما رأيكم أن تغطسوا في البركة لترتعشوا؟ هل هو يمازحنا؟ بالطبع لا، انظروا. رائع! انزلوا في الماء، هذا المكان ممتاز للسباحة. تماسيح! آسف، قصدت أن أقول لكم التماسيح لا تعيش في مثل هذه البحيرات. أنتم بأمان. ليس لدي إرسال، والسرير ليس مريحاً، وأنا جائع جداً. ولكن أين ذهبت؟ هيا فلنذهب. هل تخبرنا قصة بعد يا جو؟ بالطبع، لدي قصة جميلة. يحكى أن هناك ولدا جلس أمام نار المخيم في البرية، ولم ينتبه إلى دودة الأم 44 التي كانت تمشي خلفه على الصخرة. استمرت الدودة في الزحف وظلت تقترب منه، وكان الولد يبتسم. حاول أصدقاؤه تنبيهه ولكن لم يصدقهم.
تمثيل ممتاز، لكن لا تستطيع خداعي. كانت الدودة تقترب أكثر وأكثر من رأس الولد، لكن المغامر شجاع، استطاع أن يقترب منها ويمسك بها في آخر لحظة. كانت ستمشي على رأسي. أجمل قصة واقعية سمعتها يوماً. هيا، حان وقت النوم يا شباب. سنسلك هذا الطريق ونتبع مجرى النهر، وسنسلك هذا المفترق حتى نصل إلى المنتجع بعد الظهر، وهناك سنجد الواي فاي والأسرة المريحة والطعام الشهي. أنتم الاثنان اركبوا هذا ونحن سنركب القارب الآخر. من المفترض أن تكون رحلة سهلة إلى المنتجع، سنمر بمناظر رائعة، ولكن عند الوصول إلى المفترق سنسلك الطريق الأيمن ونتجنب الأيسر. لماذا؟ وايد نيلي. من هو هذا؟ هذا شلال كبير وخطير. حسناً، فلننطلق. ما الذي يجري؟ ها؟ عبيد، لا تترك كل العمل لي. لن أفعل يا سالم، أعدك. ممتاز، استمروا بالتوجه إلى اليمين إذا أردتم تفادي شلال وايلد نيلي. سمعت يا عبيد؟ ها؟ عبيد، جذفوا بأقصى سرعة في هذا الاتجاه. عبيد، حسناً حسناً، أنا أجذف أنا أجذف. أظن أنهم سينجحون. سننجح في التوجه إلى هناك. لم ينجحوا يا منصور. هذا لا يبدو جيداً. ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل الآن؟ علينا أن نذهب إليهم ونجرهم بالحبل. يا شباب، أنا أحتار. كما قال، لا تخافوا، نحن قادمون. تمسكوا بالحبل. لا. عندي فكرة، سنحتاج إلى الحبل. ارمي لي الحبل، ارميه. التقط الحبل. مطار. طوال حياتي العملية لم أرى أحداً سلك جهة اليسار كما أنتم. أنتم تستحقون ميدالية. سمعت يا سالم، سامات، سنفوز بميدالية. ماذا؟ هل سنفوز بميدالية أم لا؟ وصلنا يا شباب، الآن ستجدون الواي فاي والأسرة المريحة والطعام الشهي. كان أفضل لو أمضينا وقتاً أطول في البرية، يستطيع الواي فاي الانتظار. أجل، من يحتاج إلى سرير مريح؟ وبالتأكيد هم ليس لديهم الصبار الشهي. شكراً على التجربة الممتعة أيها المغامر جو. أهلاً بك أيها المغامر منصور.
هذه اللعبة وأستطيع أن ألعبها لساعات دون أي ملل. ها؟ المناظر جميلة جدا. روعة. أجل، رائع جدا. أنتم تحبون هذه اللعبة جدا مع أنها خيال، ومع أنكم لم تتحركوا من أماكنكم. ماذا لو نذهب في رحلة حقيقية؟ تودون الذهاب في مغامرة حقيقية؟ أنا سأسافر إلى الأردن وسأخذكم معي لتعيشوا هذه الأجواء في الواقع. حسناً، ولكن هل توجد هناك مخلوقات فضائية؟ لا يا عبيد، لا توجد مخلوقات فضائية، لكن بإمكانكم ممارسة نشاطات كثيرة وممتعة. رائع! وادي رم ينتظرنا! مرحباً، تعرفوا إلى وضاح، إنه مرشدنا السياحي. هيا يا شباب، من منكم مستعد لرحلة خيالية؟ هيا تعالوا معي، سنذهب إلى الصحراء. هذه ليست لكم، أنتم ستأخذون هذا. هيا هيا، فليركب كل واحد منكم جملاً. يبدو أنك تعرفت إلى صابر. أجل، ويبدو أنه لم يحبني. لا، على العكس، أنت وصابر ستصبحون أصدقاء سريعاً. هيا، اركبوا جميعاً. أحسنت، أحسنت يا صابر. على مهل، على مهل. هذا مضحك جدا. أجل يا سالم، هذا مضحك بالفعل. انظروا، انظروا إلى أذني جمل صابر، شكلها غريب. يا شباب، أنتم بخير؟ انظروا، جميل. هذا المكان رائع بالفعل، سألتقط صورة لنفسي. شكرا لأنكم انتظرتمونا. كانوا قريبين من هذه الزاوية. واو، المنظر مذهل. منصور، سالم، عبيد، ساعدوني. سمعتم؟ أظن أنني سمعت صوت تركي. هذا صوت الريح، لكن الريح لا تعرف أسماءنا. ربما هذه ضربة الشمس يا عبيد، اشرب بعض الماء. منصور، عبيد، ساعدوني. من أين أتى هذا الصوت؟ لا أعرف. فلنحضر عمي خالد ووضاح. أجل، فكرة جيدة. سالم، منصور، وقع سالم هنا. ماذا حدث؟ وقع هنا، وقع هنا. سالم، تركي، سالم، أي يسمعني أحد؟ يا منصور. سالم، تركي، أين أنتم؟ نحن عالقون هنا. مهلا، انتظروا، سأنزل لكم حبلا. لا تخافوا، ها، خذوا. لا نستطيع الوصول إلى الحبل. عبيد، اربط الحبل بهذه الصخرة، أنا سأنزل لأرى إن كنا نستطيع ربط الحبلين معاً. ها،
تمنى لي التوفيق يا صديقي. حسناً. منصور، نحن هنا. أنتم بخير؟ أجل، بخير. لكن ما هي الخطة؟ أربط الحبلين معاً وبعد ذلك ترمون الحبل لي. والآن نصعد كلنا. عبيد، ماذا جرى؟ لا 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 لا. عبيد، ماذا جرى؟ لقد فك الحبل ولم أستطع أن أمسك به. ماذا سنفعل الآن؟ هل توجد أنفاق توصلنا إلى الخارج؟ ما هذا؟ كل شيء مسدود، بحثنا كثيراً ولم نجد أي شيء. واو، يبدو المكان خيالياً، كأنه من ألعاب الفيديو. هذا ليس وقت التكلم عن ألعاب الفيديو يا عبيد. على العكس، الوقت مناسب. عبيد، إذا كانت هذه أفضل لعبة عندك، ماذا كنت ستفعل الآن؟ إذا لم أستطع الذهاب من هذا الطريق، أذهب من هذا الطريق وأبحث عن مخرج آخر. هذا جيد، امشي يا عبيد وسنمشي خلفك. أنت حقاً تعتقد أن هذه الفكرة ستنجح؟ على الأقل أفضل من البقاء هكذا من دون أن نفعل شيئاً، صحيح أم لا؟ حسناً، هيا بنا. انتظر. أعرف أننا لسنا في لعبة فيديو، صحيح؟ بصراحة لست متأكداً. وجدتها، الدليل الذي كنت أبحث عنه. هيا بنا. كيف سننزل من هنا؟ يا شباب، أنتم بخير؟ الحمد لله أنكم بخير، جعلتموني أقلق. أخبروني، كيف استطعتم الخروج؟ الفضل يعود إلى عبيد، هو الذي أخرجنا بأمان واستخدم مهاراته وخبرته في ألعاب الفيديو.
عجيب. يا سلام، طائرات النمر هذه رهيبة. انظر إلى سرعتها في الطيران. هذه الطائرات ممتازة، لكن نانو سيكون بنفس سرعتها بعد التحديث الجديد. لا أصدق إلا عندما أرى هذا بعيني. حسناً، دعونا نرى. كم السرعة القصوى لطائرة النمر؟ السرعة القصوى إنها 100 كيلومتر في الساعة. حسناً، فلنرى الآن إذا كان نانو سيصل إلى سرعتها. اتفقنا نانو؟ جاهز؟ استعد؟ ما كان هذا؟ طائرة النمر. طائرة النمر هذه لك يا منصور. مرحباً منصور. اشتريت لك النسخة المحدودة من هذه الطائرة خلال رحلتي. شكراً يا أبي. استمتعوا يا شباب. هذا عبيد، وهذا سالم، وهذا نانو. مرحباً عبيد وسالم ونانو. الآن نستطيع أن نعرف إذا كان نانو أسرع من طائرة النمر. بالتأكيد، لما لا؟ تسابقوا إلى الحديقة وعودوا. أنا متحمسٌ للسباق. وأنا أيضاً. جاهزون؟ مستعدون؟ انطلقوا! فلنذهب حول تلك الشجرة ونعد إلى المنزل. فكرة ممتازة. أنت سريعة جدا. وأنت أيضا بالنسبة إلى قطعة خردة. ها هم قادمون. طائرة النمر أسرع بكثير. كنت متأكداً. يبدو أنك استهلكت طاقتك في السباق يا نانو. هنا شيء غير طبيعي في طائرة النمر، كانت تغوش. ولكن أرجوك لا تنزعج من الخسارة. صدقوني، فيها خلل دفعتني نحو الشجرة. ربما دفعتك عن طريق الخطأ. اذهب واشحن بطاريتك، أراك لاحقاً. لقد استمتعت بالسباق معك يا نانو. لا أصدق أن نانو اتهم طائرة النمر بالغش. أعرف، هذا ليس من طبع نانو. ما الذي سنفعله الآن؟ هل تأخذونني في جولة حول مدينتكم الجميلة؟ من الأفضل أن ننتظر نانو حتى ينهي الشحن. هذا سيتطلب وقتاً وسيضيع الوقت وأنا لم أرى شيئاً. المدينة كبيرة. حسناً. هذا هو الميناء وهذا هو البحر. جميل. ماذا يفعل؟ لماذا فعلت هذا؟ ما مشكلتها؟ لا أعرف. هيا فلنلحق بها بسرعة. تعال حبيبي. لن تستطيع أن توقفوني. طائرة النمر فقدت عقلها. أعتقد أنني أحتاج إلى بعض الراحة. توقف عن التدخل في تسليتي. هناك خبر عاجل عن طائرات النمر. طائرة النمر تدخل في حالة شغب. المصنع يستدعي جميع طائرات النمر على الفور. أي يوجد خلل، يجب أن نطفئها. لكن كيف؟ هناك شخص هو الوحيد الذي يستطيع أن يساعدنا الآن. من هو؟ الوحيد الذي عرف حقيقة طائرة النمر منذ البداية ونحن لم نصدقه. نانو، هل تسمعني؟ أسمعك يا منصور. كنت محقا يا نانو، طائرة النمر شريرة. أعتذر لأنني لم أصدقك. لا بأس يا منصور. شحنت بطاريتك بالكامل؟ 92%. هذا كاف، نحتاج إليك لنطفئ طائرة النمر. أنا آت في الحال.
لقد حان الوقت كي تتوقفي. مستحيل. لا تقلقوا يا أولاد، أنا سأعيد إليكم الكرة. نخرب اللعبة. هذا لنضع حدا لافعالك السيئه. انت تضيع وقتك يا فاشل، توقف عن التدخل في تسليتي، انا انتصر دائما. يا سلام، سيكون ذلك مسليا. ما الاخبار يا نانو؟ ما زلت اطارد طائره النمر، هي متوجهه نحو المركبه الفضائيه. يجب ان توقفها، اضغط على الزر الاحمر فوق راسها. حسنا. بدا العدو التنازلي للاقلاع. انا هنا لاضع حدا لاذيتك. يجب أن تكون أسرع من ذلك. تم إلغاء العدو التنازلي للإقلاع. أنت تضيع وقتك يا فاشل، أنا أفعل ما أريده وأنتصر دائما. بطاريتك تفرغ. لدي ما يكفي من الطاقة لأتعامل معك. نانو، نانو، صنعت لك شريحة طاقة شمسية صغيرة ستزودك بمئة ساعة إضافية من عمر البطارية. تعال إلى المنزل وخذها. مئة ساعة من الطاقة الشمسية؟ أنا سأخذها. سوف أخذ شريحة الطاقة الشمسية وبعد ذلك لن تستطيع أن توقفني. مستحيل أن يعطيك منصور إياها. لا تكن أبدا واثقا من ذلك. اسمع، ها نحن ذا، مثل كل مرة أنا سأفوز. لا. ها هم قادمون. صنعت شريحتين من باب الاحتياط. لا. والآن أنا أيضاً لدي طاقة شمسية وسوف أقضي عليك. ماذا جرى؟ لا. الشريحة الأولى زودت نانو بميزة الطاقة الشمسية، لكن الشريحة الثانية فعلت العكس وسحبت الطاقة من طائرة النمر. أوه، إنها خطة ذكية للغاية. شكراً يا نانو لأنك أنقذت الموقف، أنت أعظم روبوت عرفته. شكراً يا منصور على الترقية للطاقة الشمسية، أنت أعظم إنسان عرفته. We'll be right back.
حسناً يا شباب، إنه وقت الاختبار. لا تخافوا، هذا الاختبار ممتع جداً، سيكون تقريباً كبرنامج المسابقات. أحتاج إلى متسابقين. سأختار سالم وطارق، صفقوا. موضوع هذا الأسبوع هو الفهد، وعندنا لكم ثلاثة أسئلة. مستعدون؟ مستعدون. ممتاز، فلنبدأ الآن بالسؤال الأول. هل تقوم الفهود بالصيد في جماعات؟ نعم. لا، الفهود حيوانات تعيش بشكل فردي. إجابة صحيحة يا سالم. هل الفهود جيدة في التسلق؟ لا. نعم، الفهود ماهرة جداً في التسلق. إجابة صحيحة يا سالم. حسناً، هل تفضل الفهود الصيد نهاراً؟ نعم. لا، الفهود تفضل الصيد في الليل. صحيح، والفائز معنا اليوم هو سالم. شكراً. هذا مزعج جداً. مهلاً، انتظرنا. أحسنت يا سالم، أنت تعرف الكثير عن الفهود. أجل، لأنني أخاف منها كثيراً، لديها أنياب ومخالب كبيرة جداً. دواءك عندي يا سالم، أتى الوقت الذي سترى فيه الفهد. هيا ارتدي زي الفهد هذا. جميل، أنت مستعد؟ مستعد. ممتاز، والآن سنخيف سالم. تأخر الوقت، فلنذهب إلى المنزل. ها؟ 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 ما؟ سالم، أنت بخير؟ فهد. أي فهد؟ أنا رأيت فهداً. فهد؟ كان موجوداً هناك. ربما الإضاءة جعلتك تتخيل هذا الشيء يا سالم. هيا فلنخفه مرة أخرى. أعرف طريقاً مختصراً. رأيتم وجهه؟ هيا فلنعطي الآن سالم جرعة رعب ثانية. انظروا، هذا فهد حقيقي. الصورة ليست واضحة يا سالم، ليس بالضرورة أن يكون فهداً. أنا لن أخرج في المساء حتى يمسك الفهد. هيا فلنخفه مرة أخرى. لا تخاف يا سالم، أنت في أمان هنا، أياً كان ذلك الشيء. على ما أعتقد. ها؟ هذا ليس فهداً. أنا متأكد أنه فهد. أنا لست متأكداً، ويجب أن أعرف ما الموضوع. أجل، سنحل هذا اللغز الغامض. كيف؟ صحيح، كيف سنحل هذا اللغز؟ أنا عندي خطة.
مرحبا سالم، كل شيء بخير؟ أجل، من الواضح أنك متوتر قليلا. لا. جيد. ما هناك؟ ما من شيء هناك. نراكم لاحقا. ما الذي يجري؟ شكي كان في مكانه. سمعت أنك رأيت هرة كبيرة. أنا أريد أن أطاردها وأصطادها. سمعت أنكم خائفون منها. أنصحكم أن تبقوا في منازلكم. أنا يجب أن أدخل. اسمع يا سالم، هذه الكاميرات تفعل عن طريق الحركة، وفيها نظام الرؤية الليلية، ومن خلالها سنراقب المكان. الكاميرا جاهزة. بسرعة يا جميل، أريد أن أخيف سالم مرة ثانية. هناك شيء فعل واحدة من الكاميرات. الفهد؟ لا أعتقد. ماذا يفعلون هناك؟ انتظر قليلاً. لا، هذا هو الفهد يا سالم. إنهم ماكرون. لا أصدق. أين بالتحديد رأيتم الفهد؟ سعيد، الفهد مزيف. إنه واحد من الشباب لكن متنكر. أنتم يا جبناء لن تحبطوني. قولوا فقط أين رأيتموه أيها الفاشلون. لكن يا سعيد، سوف نريك. غريب يا سالم، أصبحت شجاعا فجأة. أنت اتبعنا فقط. إذن إنهم ذاهبون نحو الحديقة. نحن رأينا الفهد هناك. أنتم ابقوا هنا، أنا أحب أن أصطاد بنفسي. سعيد اسمعني، هذا ليس فهداً حقيقياً. تراجعوا أيها الجبناء، سأصطاده وسأصبح صاحب المجد. إن كان يجيد الصيد كما يقول فسيكون الموقف مضحكاً حقاً. انظروا إلى ما سيحصل الآن. مالاً، هذا صديقنا. أنت في ورطة يا سعيد. سوف أحاسبك، صدقني. تعال هيا. لقد أفسدوا الحديقة. تفضلوا معي إلى المركز، لأنكم خربتم الممتلكات. إنه كبير، صحيح؟ آجل، وهو مختلف عن الذي اصطدناه الليلة. يبدو أنه أطعمه أكثر من اللازم، فلنضعه في الشاحنة مع النحيل. لا تقلق، سترى أصدقائك هناك. مانسور!
بحسب هذا الكتاب نحن في بقعة ممتازة للصيد، إنها بعيدة عن الساحل وقد نصطاد كميات كبيرة من الساحل. هاي جدي، ما هذا؟ ما هو؟ غريب، المفترض أنه لا ضباب اليوم. أعتقد أن الشيء الغريب هو أن لون الضباب أخضر يانع. ماذا سنفعل الآن؟ دعونا ننتظر قليلاً، أنا متأكد أن هذا سيمر بسرعة. حسناً، ماذا نفعل لو اصطدمنا بشيء؟ عبيد، لن نصطدم بشيء، نحن في وسط البحر. عجيب، من المفترض لا يوجد شيء هنا. هل يمكننا استكشاف الجزيرة؟ أجل، لكن لا تبتعدوا، أنا سأصلح المحرك وأحدد موقعنا بالضبط، بعد ذلك سنذهب إلى الصيد. أكيد. هيا. دعونا نذهب إلى فوق لكي نرى الجزيرة كاملة. أنا لا أذهب إلى هناك. أنا كذلك. حسناً، أنتم إذن ابقوا هنا. تركي، هل تصعد معي إلى فوق؟ أنا لن أصعد معك فقط، بل سأصل قبلك. لن تتغلب علي. يبدو خطيرا. ما هذا؟ أجل، أنا الفائز. لا، تركي انتظر. هذه ليست منصة مراقبة، هذا عش. لكن ما هو هذا الطير الذي يضع بيضا كبيرا هكذا؟ أنا أظن أننا سنعرف الآن. ما الذي أخرهما كذا؟ عبيد، هل هذا صوت بطنك؟ لا، لقد ظننت أن هذا صوت بطنك أنت. هذا يبدو أنه... لحظة، مستحيل. نانو، حدد نوع هذا الطائر لو سمحت. هذا نوع من الزواحف الجانحة. يعتقد أن هذه الفصيلة انقرضت منذ ملايين السنين. ديناصور؟ منصور؟ ماذا يحدث هنا؟ ليس لدي أي فكرة. لا، ينادون أمهم. سالم، لماذا تحركت هذه الصخرة؟ Oh.
الذي يحدث هنا؟ لا تخف. لا أخاف؟ لا أخاف؟ نحن عالقون مع مجموعة ديناصورات، هذا أفضل وقت لأخاف فيه. لا تقلق، نحن بأمان هنا. نانو، شتت انتباهها. كان هذا قريباً. أجل، كان قريباً جداً. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعتقد أنها من أكلة اللحوم، لذا لا تقلق. مهلاً، كيف عرفت أنها ليست من أكلة اللحوم؟ عندي فكرة، أنت انزل الآن، إذا أكلتك فسنعرف أنه علينا البقاء هنا. عبيد، لا تقلق، انظر ماذا تأكل. حسناً، فلنعد الآن إلى المركب ونخرج من هذه الجزيرة. تعالوا. الشاطئ خلف هذه الأشجار مباشرة. لا، ما بك يا عبيد؟ انظروا. أين منصور؟ إنه يهرب من ديناصور التيركس. ماذا؟ لا توجد ديناصورات. توجد، نحن للتو. رأيت كيف يلعب به التيركس؟ ما الذي يجري؟ فلنذهب يا جدي. أجل، فكرة جيدة. هذا شيء مذهل. تعرفون ما يعني هذا؟ هذا يعني أن هذا الكتاب ليس منه فائدة أبداً. هيا يا شباب، فلنصطاد القليل من السمك الآن، لكن من السوق. هذه الطريقة أكثر أماناً. We'll be right back.
شمة وخلود تحضران الكيك للفعالية الخيرية. تظنون أنه بإمكانكم مساعدتهم يا شباب؟ نحن نود ذلك يا أمي، لكن نحن مشغولون جداً أجل بأشياء. أجل نحن مشغولون جداً، لدينا أشياء ضرورية. حقاً؟ لكن أنا كنت أشاهد التلفزيون. أجل، وما هي هذه الأشياء يا سالم؟ أشياء مثل؟ أشياء سرية ومهمة للغاية. أشياء سرية ومهمة للغاية؟ حقاً؟ منصور، أنت تعرف أنه عليك ألا تخفي الأسرار عن أمك. ربما أستطيع المساعدة. ما رأيكم بأن من يصنع أفضل كيك سيفوز بمئة درهم؟ ها؟ الآن الأشياء السرية المهمة أصبحت أقل أهمية. أكيد. ممتاز. أحتاج إلى 3 قوالب كيك. يمكنكم الانقسام إلى 3 فرق. خلود وشمة، يمكنكما صنع كيك التمر والعسل. تركي وسالم، يمكنكما صنع كيك الكاكاو. أما منصور وعبيد، كيك فيكتوريا الإسفنجي. الخبز عملية علمية، هي عبارة عن عملية تحويل خصائص المقادير عن طريق الخلط وإضافة بعض المحفزات والتعريض للحرارة. لا، الخبز هو عبارة عن تحويل المقادير إلى شيء لذيذ. صحيح يا عبيد، لكن العلم يجعل طعمها لذيذاً. لا يا منصور، التزيين هو الذي يجعل طعمها لذيذاً. أظن أنه لدينا كل شيء الآن. تماماً، تحضيره لن يتطلب وقتاً طويلاً. سنتمكن من الفوز بسهولة. لكن أنا لا أعرف نصف الأشياء الموجودة هنا. سالم، توقف عن أكل كل شيء. لماذا؟ نحتاج إليها هنا. لدينا الكثير منها. هذا مذهل. يقولون إن الكيك الإسفنجي يحتاج إلى توازن مثالي لإنشاء هيكل الكيك من الطحين والبيض، والتفريغات تأتي من الدهن والسكر. يوجد هيكل بناء في الكيك؟ أي جدران؟ لا أظن أن طعمها شهي. أظن عليك تحريكه بعد. أجل، كلامك صحيح. اسمع، هل رأيت الكاكاو؟ نحتاج إليه؟ نحن نصنع كيك الكاكاو، أي بالتأكيد سنحتاجه. مهلاً، هل أكلته مثلاً؟ ربما. جميل، الآن علينا أن نذهب إلى المتجر لنشتري المزيد. مزج الزبدة والسكر جيداً يزيد الفقاعات الصغيرة في الخليط، وهي تقسم الخليط إلى طبقات، وهذا الشيء يعطي الكيك طعماً يذوب في الفم. إذاً لا تتوقف، أحب عندما يذوب الكيك في الفم. ليس عندي شك بأننا سنفوز. أكيد، من دون شك. يغطي بروتين البيض فقاعات الغاز كي يحميها من الانفجار وقت التسخين. كيف يعرف البيض أن عليه أن يحمي فقاعات الغاز؟ هل هذا البيض سحري؟ أو ربما من الأبطال الخارقين؟ حسناً، هل يرتضي البيض ملابس أبطال صغيرة؟ سالم، لقد عدت. لقد أحضرت الكاكاو، لكن أين الخلطة؟ في الوعاء. لا أنا أقصد ما تبقى. هل أكلته؟
أن كنت جائعاً وكنت أريد تأكد من أن الكيك طعمه لذيذ. ما كان يجب أن تأكل الخليط قبل أن تضعه في الفرن، ستمرض. أشعر باضطراب معوي. أيمكنك أن تذهب وتتركني وشأني؟ سيكون من الأسهل أن أعمل وحدي قبل أن تأكل كل شيء. إذا كان رأيي سيساعد، فإن الكيك طعمه رائع. رأيك مثلك تماماً، لا يساعد على الإطلاق. تعبت من صنع الكيك ومن تذمر تركي. أتمنى لو يختفون جميعاً. مرحبا منصور، عبيد، تركي. اخرجوا، هذا ليس مضحكا ابدا. اين انتم؟ منصور، عبيد، تركي، أين أنتم؟ شمة، خلود. لا يوجد أحد هنا، الجميع اختفى. هل من أحد هنا؟ هل من أحد هنا؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ أين ذهب الجميع؟ هذا أفضل، على الأقل المكان هادئ من دونهم. ما من أحد سيأمرني الآن. أتمنى ألا يجدني هنا. أتمنى ألا يجدني هنا. أولا، ساعدوني، ساعدوني، فليساعدني أحد. أنتم جميعاً هنا؟ سعيد برؤيتكم جميعاً، حتى أنت يا ابن خالتي. حمداً لله أنكم موجودون ولم تختفوا. ظننت أنني لن أراكم مرة ثانية. عن ماذا تتكلم يا سالم؟ أنت كنت في الصالة وليس على القمر. كنت وكأنني على القمر. صحوت من النوم ولم أجد أحداً منكم، لم أجد أي أحد، لا في الشارع ولا في الحديقة. بعد ذلك جلست في الحديقة، فجأة ظهر لي وحش كيك كبير، لحق بي وكان يريد أن يسحقني. بعد ذلك رمى علي الكثير من الكب كيك لدرجة أنها حاصرتني. تقصد وحش الكيك مثل هذا؟ إذن من منكم الفائز؟ من سيأخذ 100 درهم؟ تركي، ماذا يجري؟ أنت تشبه وحشا من الكيك.